الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث، أحداث جديدة في المشهد السوداني نلقي الضوء عليها في حلقة ليلة. أهم المحاور التي سوف نتناولها في هذه الحلقة هي تداعيات الحوار السوداني، الحوار السياسي في السودان الذي انطلق بالأمس برعاية الآلية الثلاثية. كذلك نناقش في هذه الحلقة مستقبل العملية السياسية في ظل التطورات في السودان. كذلك ولاية غرب دارفور مرة أخرى تشهد حوادث اقتتال وصراعات قبلية وحالة من السيولة الأمنية. مشاهدينا الأعزاء، للحديث حول محاور حلقتنا لهذه الليلة يسعدني ويشرفني يكون معي في هذه الحلقة ضيفي على الاتصال الهاتفي البروفيسور عبد النبي عبد الله الطيب. مرحب بك سعادة البروف. مرحب بك ومرحب بمشاهدينا والتيم العامل في هذا البرنامج الحيوي الذي ظل على الدوام يجعل قضايا السودان في تحت المجهر. نعم، أيضا سينضم إلينا في هذه الحلقة من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي بقنوات السودان 24 الآن الصحفي محمد الأمين أبو زيد. إذن مشاهدين الأعزاء، بالأمس انطلقت جلسات الحوار السوداني برعاية الآلية الثلاثية المشتركة، الحوار الذي أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الآلية الثلاثية أنه سينطلق في هذا الأسبوع. وأتى هذا اللقاء يعني بين قبول ورفض ما بين القوى السياسية والمدنية، بحيث شاركت عدد من القوى السياسية في هذا الاجتماع وتغيبت قوى أخرى أبرزها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وكذلك الحزب الشيوعي، بالإضافة إلى تجمع المهنيين ولجان المقاومة. الحرية والتغيير الميثاق الوطني وقوى سياسية أخرى والمؤتمر الشعبي أيضا كانوا حضور في الجلسة الافتتاحية لهذا الحوار. عبرت الآلية الثلاثية عن بداية هذا الحوار بقلقها من تغيب عدد كبير من القوى السياسية ودعت إلى ضرورة الالتحاق بالحوار، وتم تكوين لجنة للجلوس مع الممتنعين من الحضور لهذا الحوار. برف عبد النبي، لو بديت معاك تداعيات هذا الحوار السياسي في ظل القبول والرفض، وما هي إمكانية نجاح هذا الحوار في ظل جهود الآلية الثلاثية؟ أولا خلينا نقر حقيقة مهمة جدا، إنه السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر دخل في أزمة سياسية كل يوم تتفاقم، ويخشى الكثيرين من أن ينزلق بها السودان إلى مآلات غير مرغوبة. الشيء الثاني الذي يجب أن نقرره أنه ما من عاقل يرفض الحوار، فالحوار هو أداة من أدوات الحلول السياسية الناجزة. وعندنا في السودان مثل بيقولوا أنه اللي بيتحل باليدين أفضل من اللي بيتحل بالسنون، والحوار أنا أفتكر هو وسيلة حضارية مدنية يمكن فعلا أن تسهم في إنهاء هذه الأزمة. ولكن أي حوار نريد؟ هذا هو السؤال المهم الذي يجب أن نطرحه. الحوار أنا أفتكر المثمر هو الحوار الذي يفضي إلى إنهاء الحالة بتاعة الأزمة السياسية التي أدخلنا فيها انقلاب 25 أكتوبر. هذا الحوار القوى الفاعلة والقوى المؤثرة في المشهد السياسي السوداني لم ترفض الحوار، ولكنها وضعت بعض الأمور الأساسية ولا نسميها الشروط، اللي هي نسميها تهيئة المناخ لحوار فعال مفضي ينهي الأزمة السياسية الموجودة ويقودنا كمان إلى قيام دولة مدنية حقيقية. هذه الأشياء التي طلبت أنا أفتكر هي أشياء منطقية لدرجة بعيدة، ويمكن فعلا أن تسهم في إنهاء الحالة، حالة الاستقطاب السياسي الموجود الآن. أنا في تقديري ما تم أمس هو
هو حوار كما يمكن أن نسميه حوار المتشاركين في النكبة التي دخلنا فيها، المجلس العسكري أو الجانب العسكري والأحزاب المؤيدة له، إذا كانت ما سمت نفسها الحرية والتغيير الميثاق وهي مجموعة صغيرة جدا يمثلها مبارك أردون وعسكوري والحركات المسلحة وعملت مظلة أخرى اللي هي العدل اللي هي الحرية الجبهة الثورية، وبعد ذلك الذين شاركوا في الحوار هم من كانوا فعلا مع نظام الإيجاد حتى سقط. نعم كانوا هناك مجموعة كبيرة ظهرت بالأمس. الحزب الوحيد أو الجبهة الحزب الوحيدة اللي كان عندها موقف من الانقلاب هي المؤتمر الشعبي اللي هو كان من البداية بيعتبر ما حدث هو انقلاب فعلا، وما رشح الآن من الأخبار إنه المؤتمر الشعبي سيراجع هذه المشاركة وربما يعلق مشاركته. نعم. أيضا ما رشح من الأخبار اليوم إنه الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة مولانا سيد محمد عثمان المرغني أصدر بيان وأوضح فيه أن الذين شاركوا باسمه لا يمثلون إلا أنفسهم. الشيء الجديد الآن في الأخبار يمكن الآن يمكن قبل دقائق اللي حصل الإعلان عن لقاء مرتقب، حوار مرتقب ما بين الحرية والتغيير الحرية والتغيير الأساسية وطبعا حزب الأمة داخل فيها، وحوار المسهل الآن له هو المبعوثة الأمريكية للقرن الإفريقي وسفير المملكة العربية السعودية في السودان. نعم دكتور عبد النبي، يمكن يعني أتت هذه الأخبار في وقت الحلقة اللي هو لقاء تسهيلي ما بين الحرية والتغيير تقصد والسلطات أو المجلس العسكري في السودان؟ نعم. الآن هذا ما جاء يمكن قبل دقائق في الأخبار إنه سيكون هنالك لقاء في قريب يعني يمكن بكرة أو بعد بكرة بيت كثير ما بين الحرية والتغيير المجلس المركزي بما فيه ما يضم من حزب الأمة والمكون العسكري واللجنة الثلاثية المفوضة من المجلس العسكري للتفاوض، ودي هي اللي أنا بعتقد أنها يمكن أن تثمر حل للمشكلة. وفيها أيضا تأكيد لأن الحرية والتغيير لا ترفض الحوار ولكنها مع الحوار المفضي إلى حل المشكلة والانتقال إلى دولة مدنية. طيب بروف عبد النبي، طالما هناك شروط وضعتها القوى السياسية وكان هناك حديث كبير حول تهيئة المناخ في السودان من قبل السلطات الحاكمة، تهيئة المناخ لم يتم بالشكل المطلوب باعتبار أن هناك ما زال قمع للمتظاهرين والمحتجين حتى في مظاهرات اليوم في شرواني تحديدا، لكن لماذا شرعت الآلية الثلاثية للبدء للحوار وهي تعلم جيدا أن هناك جزء كبير من القوى السياسية لن تشارك في هذا الحوار؟ طيب اصلا انا افتكر المجتمع الدولي بصوره عامه يستعجل قيام حوار سوداني لحل المشكله، لانه هذه المشكله اذا وصلنا الى 15 يونيو ولم تحل انا افتكر السودان سيدخل وسينزلق الى هو لا يعلم قرارها ومداها الا الله، ستكون هنالك ازمه اقتصاديه كبيره جدا، ازمه سياسيه كبيره جدا، عزله سياسيه كبيرة. لذلك انت لو يلاحظ المشاهد الكريم هو استعجال الجانب العسكري لعقد هذه المشاورات لإنهاء الأزمة. نفس الأشخاص الذين الآن يفاوضون كان موقفهم قبل أيام إنه لا حوار مع هذه القوى وإنه هذه القوى لا تمثل شيئا، وحتى نعتها بعد ذلك بأنها أربعة طويلة وغيرها من الأشياء، وإنه لن يتحاوروا معها حتى لو أمطر السماء حصوا، ولكن العاقل هو الذي يستدرك ما عليه من موقف ويؤكد أنه يرى أنه التعنت ليس في صالح كل الأطراف، يعني أنا شايف أنه التعنت ليس في صالح كل الأطراف، والحرية والتغيير من البداية ما كانت ترفض التحاور والجلوس. ولو عدنا إلى الذاكرة التاريخ قبل انقلاب 25 أكتوبر الحرية والتغيير طلعت ميثاق جديد وكانت تدعو فيه إلى توسيع القاعدة وإلى إجراء تعديل على الحكومة حتى تستوعب قوة فاعلة ثورية جديدة في المشهد السياسي.
أنا أفتكر الآن انقلاب 25 أكتوبر أفرز معادلة جديدة. المجلس العسكري بدل ما كان بيتصاور مع الحرية والتغيير ككتلة، الآن ظهرت كتلة جديدة اللي هي شباب المقاومة الذين يديرون الآن الحراك في الشارع ويتصدون بشجاعة وبسالة ويقدمون الدماء رخيصة من أجل الوصول إلى دولة مدنية. نعم بروف عبد النبي، كان هناك حديث كثير في الفترة الماضية حول معالجة الأزمة من جذورها في السودان ومناقشة القضايا الأساسية التي تساهم بشكل فعلي للانتقال في السودان. برأيك هل تعتقد أن هذه المحاولة التي تقوم بها مساعدة وزير الخارجية والمملكة العربية السعودية للقاء ما بين الأطراف وتسهيل عملية تواجد الأحزاب السياسية في هذا الحوار، هل تعتقد أنه يمكن أن يكون هناك وقت لمناقشة هذه القضايا قبل الحوار المباشر، قضايا جذور الأزمة في السودان، الحل الجذري لهذه الإشكالية التي تكررت كثيرا من وقت للديمقراطيات في السودان؟ نعم طبعا مشاكل السودان مشاكل مستعصية كبيرة جدا، وإلى الآن السؤال الأساسي كيف يحكم السودان لم نستطع للأسف الإجابة عليه منذ فجر الاستغلال 56، وظللنا على الدوام نحن في الحلقة الشريرة دولة مدنية وانقلاب عسكري ودكتاتورية متطاولة الأمد. وتفاقمت المشكلة كمان بعد وصول نظام دكتاتوري أيديولوجي يحاول أن يحول السودان إلى 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 دولة تحاول أن تفرض أجندة، حتى أجندة هي مرفوضة حتى على المستوى الإقليمي. يعني الآن فكر الأخوان المسلمين مرفوض الآن في دول الجوار، في مصر، في السعودية، في أصدقائنا في الإمارات. هنالك يعني مخاوف كثيرة جدا من التمدد بتاع الحركات الثورية الإسلامية في غرب إفريقيا، بوكو حرام وغيرها من المنظمات. السودان في بعد انقلاب 89 أصبح مصدر قلق في القارة وفي الدول العربية بصورة عامة، ودوما أصبح كان صوت نشاز. لذلك المشاكل الكبيرة اللي بتواجه السودان واللي هي الإجابة على السؤال من يحكم السودان، هذه يحتاج الناس إلى الجلوس فيها في مائدة كبيرة وفي مناقشة بأوراق علمية مستفيضة وبإشراك كل أصحاب المصلحة في الإجابة على من يحكم السودان. لكن الوضع الحالي الآن، الحوار الذي يتم الآن، هو حوار للخروج من الأزمة السياسية الناتجة من الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر. كل المحاولات الآن جارية في أنه ينهى هذا الوضع ويبعد شبح عودة نظام الأخوان المسلمين مرة أخرى إلى السودان، والذي بدأت الآن للأسف الشديد وتحت رعاية المجلس العسكري الانقلابي في إعادة وجوه الأخوان المسلمين مرة أخرى إلى إدارة دولاب الدولة، إلى محاولة طمس كل ما قامت به لجنة التمكين من تفكيك النظام السابق. نعم بروف عبد النبي، تحدثت حول مشاركة الإخوان المسلمين وإعادتهم إلى في التعيينات التي أعلن عنها القائد أو رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لكن شهدنا بالأمس تواجد للمؤتمر الشعبي في قاعة الحوار، أيضا قوى سياسية كما ذكرت بروف عبد النبي كانت مشاركة مع الإنقاذ حتى سقوطها كانت موجودة، وهذا ما نصت عليه الوثيقة الدستورية بأن لا تكون هناك مشاركة للمؤتمر الوطني ومن شاركه حتى سقوط النظام. الآن هذا يعني أن هناك عودة للتيارات الإسلامية مرة أخرى للمشهد السياسي، عودة للأحزاب أو القوى التي يعني كانت جزء من النظام السابق. هل هذا مؤشر بأن النظام السابق ما زال موجود في المشهد السياسي السوداني وأنه يمكن أن يكون بشكل أو آخر عودة للإخوان المسلمين للمشهد؟ هو مشاركة هذه الأحزاب التي كانت جزء من النظام السابق هو أبرز دليل على فشل الحوار الذي بدأ بالأمس ورعته الآلية الثلاثية. أبلغ تعبير أنا شاهدته أمس هو رسم كاركتيري لشخص يمد يده للسلام على ظله. فهذه الأحزاب التي شاركت بالأمس ما عدا المؤتمر الشعبي هي كلها أحزاب كانت وراء الانقلاب وكانت مؤيدة للانقلاب.
المؤتمر الشعبي بعد انفصاله عن المؤتمر الوطني أجرى مراجعات كثيرة على موقفه السياسي، وأعلن في أكثر من مرة أنه ضد الانقلابات العسكرية وأنه مع الحرية. والمرحوم الشيخ حسن الترابي له مقولات مشهورة في إقامة نظام خالف، أي نظام يخلف الدكتاتورية. الشباب كثيرين جدا من المؤتمر الشعبي، هذه حقيقة يجب أن نغيرها، شباب كثيرين جدا من المؤتمر الشعبي كانوا مشاركين في الاعتصام، فيهم من استشهد وفيهم من أصيب، والحزب بكوادر كلها بعد المفاصلة كان يعني كثير من كوادره كانت في السجون. ولذلك الناس اللي كانوا بيستغربوا له انه مشاركتهم بعد وفاة الشيخ حسن الترابي مشاركة الحزب، ودي كانت في كوادر وتيارات كبيرة جدا داخل المؤتمر الشعبي كانت ترفضها. فالآن يمكن ان نقول انه هذا التجمع من هذه الاحزاب الكرتونية الهلامية ادى الى انه خلاص المجتمع السوداني ينقسم الى معسكرين، معسكر النازع نحو الديمقراطية، وده يمثل الحرية والتغيير المجلس المركزي، وتمثل التجمعات المهنيين، ويمثل الشباب اللي موجودين في الشوارع بيمثلوا لجان المقاومة، وفي الجانب الآخر في المجلس العسكري الانقلابي، وكل مؤيدينه أو الذين يسخر منهم المجتمع السوداني يسميهم باعتصام الموز. نعم، الأستاذ أبو رفع عبد النبي، لجان المقاومة والشباب في السودان الذين ملأوا الشوارع اليوم، كانت هناك احتجاجات كبيرة جدا أيضا في الخرطوم وعدد من الولايات السودانية، موقف هؤلاء الشباب من الحوار ومن القرارات المصيرية التي يمكن أن تنبني عليها هذه الحوارات ومستقبل العمل السياسي في السودان، هل من الممكن أن تكون هناك مشاركة فاعلة لهؤلاء الشباب الذين ظلوا منذ ديسمبر أو قبل منذ ديسمبر 2018 وحتى الآن وهم في الشوارع وهم يطالبون بحياة مدنية وانتقال سلس ديمقراطي للسودان؟ نعم، الشباب الآن الممثلين في لجان المقاومة لم يرفضوا الحوار يوما، يعني ما كان رافضين الحوار يوما، ولكنه حوار مع يعني حوار جاد يقود إلى تحول ديمقراطي حقيقي. الشباب المقاومة جلسوا مع اللجنة الثلاثية أكثر من اجتماع، اليوم صدر بيان من السفارة الأمريكية في الخرطوم يحوي محضر لاجتماع بين ممثلين للجان المقاومة في أكثر من منطقة في الخرطوم مع المبعوثة الأمريكية للقرن الإفريقي. فهم ليسوا ضد الحوار كمبدأ، ولكنهم ضد حوار يمكن العساكر من السيطرة مرة أخرى على مقاليد الحكم والسلطة في السودان، ويعون جيدا المسألة اللي تمت بعد توقيع الوثيقة الدستورية في 2019 اللي هي تحولنا فيها من حكم عسكري قابض 30 سنة إلى حكم عسكري جديد، تمثل أو يمثل أعضاء اللجنة الأمنية للنظام المغبور الضلع الأبرز الأقوى فيها. لذلك هم ضد أن أي حوار ينتج نظام كالذي نتج بعد توقيع الوثيقة الدستورية، ولكن أي حوار يفضي إلى دولة مدنية أو كما يقولون يعود الجيش إلى سكناته، هذا هو حوار هم مقبول بالنسبة لهم، ويقدمون من أجل الغالي والرخيص. الآن 100 شهيد قدمهم الشباب في مختلف مدن العاصمة، هذا إضافة إلى مئات المصابين، إلى مئات المفقودين، إلى عشرات إن لم نقل المئات من المفقودين من قيادات لجان المقاومة. نعم، أبو رفع عبد النبي، هناك حديث عن أن هذا الحوار يعني يمكن ولد ميتا باعتبار أنه لم تكن هناك بوادر للنجاح منذ بدايته وإعلانه، ولم يتم الترتيب له بالطريقة الصحيحة باعتبار أن بعض القوى السياسية في بداية الأسبوع أعلنت أنها لم تتلقى أي دعوة ولم تتلقى أي خبر حول موعد انطلاق هذا الحوار، لكن الآن وامتنعت الآن جزء كبير من القوى السياسية عن الحوار في حال
فشل الحوار وأن الحوار هذا لن يؤدي إلى اتفاق ما بين الأطراف السودانية المتنازعة؟ هل هناك رؤية سياسية يمكن أن تكون شكل أو حل بديل لمعالجة الأزمة بعيد عن الحوار التي ترعاه الآلية الثلاثية؟ أنا والله أفتكر يعني لا بديل للحوار إلا الحوار الجاد. نعم. يعني لابد من أن يكون هنالك حوار جاد مع الناس اللي فعلا همهم الانتقال إلى دولة مدنية حقيقية. الحوار الآن الذي يدور هو حوار بين المجلس العسكري ومؤيدي الانقلاب ما عدا المؤتمر الشعبي، مؤيدي الانقلاب ما عدا المؤتمر الشعبي، وهو نعاه الفولكر نفسه نعا هذا الحوار، حتى ولد لبان في تصريح له، ولد لبان نعا هذا الحوار، حميتي من المجلس العسكري نعا هذا الحوار ودعا القوى الفاعلة إلى الدخول في حلقات الحوار الجاد، وهذا ما نتمنى أن يحدث في الأيام القادمة. نعم، هناك حديث أيضا عن الوصول إلى حد أدنى للتوافق ما بين القوى السياسية، هذا ما ترفضه القوى السياسية الحية التي امتنعت عن الحضور اليوم. هناك البعض ينادي بضرورة تنازلات أو سميت بها التنازلات، هل يمكن أن يكون هناك تنازلات من قبل القوى السياسية والقبول بالمشاركة في أي لحظة من اللحظات دون تنفيذ كامل الشروط برأيك؟ والله شوف، أي حوار لا بد فيه من تنازلات، لكن التنازلات لا تتم في الأشياء الجوهرية. نعم. اللي هي الأشياء الجوهرية إنه الاعتراف بأنه ما تم هو انقلاب، انقلاب عسكري كامل الدسم، اعتقل رئيس الوزراء، اعتقل الوزراء، اعتقل قيادات سياسية، اعتقل قيادات في الحراك المدني في لجان المقاومة. إذا لم نصل إلى هذه النقطة الأساسية إنه لابد من إنهاء حالة الانقلاب، ثم بعد ذلك تأتي الترتيبات الأخرى اللي هي إلغاء كل القرارات التي تلت هذا الانقلاب، اللي هي إعادة وجوه النظام السابق للخدمة المدنية، إعادة لجنة إزالة التمكين بكل صلاحياتها وكل سلطاتها، وإعادة كل قراراتها التي اتخذتها والتي حاول النظام عبر المحكمة العليا الالتفاف حولها، رغم أنه كثير من الخبراء القانونيين بيقول أنه تدخل المحكمة العليا كان في غير مكانه، ولا تملك السلطات في أن تلغي قرارات لجنة إزالة التمكين. بعد ذلك تأتي إنهاء حالة الطوارئ وغل يد الأمن في الاحتلالات للقيادات الفاعلة في المجتمع، وإطلاق سراح كل الناس المسجونين والذين تم سجنهم بعد انقلاب 25 أكتوبر. نعم، الحديث عن تهيئة المناخ، الحديث عن بعض الشروط التي قامت بتنفيذها السلطات الحاكمة في السودان مثل رفع حالة الطوارئ والإفراج عن بعض المعتقلين، وكذلك الحديث عن أن يعني لا يوجد هناك قمع ولا منع للاحتجاجات والتظاهر، حدث عكس ذلك في الأيام السابقة، هناك بعض الاعتقالات تمت، هناك قمع حدث، ما يحدث من محاولة لعدم للتشويش على تهيئة المناخ، هل يمكن أن تؤثر سلبا نحو المضي قدما في الحوار والامتناع بشكل كبير من القوى السياسية على المشاركة باعتبار أن هذه الشروط هي على الورق فقط تنفذ لكن فعليا على أرض الواقع في الشارع السوداني لا يتم تنفيذها؟ نعم طبعا أخي الكريم، الآن التطور الكبير حصل في الإعلام وما يسميه الناس بالسماع المثقوب، الآن أصبح المظاهرة تتحرك في من باشدار، والشباب على طول عاملين لايف على الموقع الفيسبوك يتابعون الأحداث لحظة بلحظة. ما يتابعه الناس الآن على وسائل التواصل الاجتماعي، على القنوات الفضائية التي تنقل الحراك السياسي مباشرة، يكذب الكلام عن رفع حالة الطوارئ. فبعد قرار رئيس المجلس العسكري الانقلابي برفع حالة الطوارئ، الشارع كله بيشهد انه لم يحدث اي تغيير، لم يحدث اي تغيير على الساحة السياسية. القمع ما زال هو القمع، الاعتقالات ما زالت هي الاعتقالات، الموت ما زال هو الموت، ولعل اخر شهيدة اكملت 100 عام طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها 7 سنوات تم دهسها على تحت عجلات وسيارات
القوى الأمنية القمعية. نعم، إذن مشاهدينا الأعزاء كان هذا محورنا حول الحوار السياسي والعملية السياسية في السودان. أيضا من جانب آخر، أحداث دامية بولاية غرب دارفور شهدتها الولاية أمس، أكثر من 27 قتيل في مواجهات قبلية في ولاية غرب دارفور، تجدد الاشتباكات في هذه الولاية، أيضا بالقرب من الجنينة هناك منطقة كولبوس أيضا حدث فيها اشتباكات عنيفة. في الأشهر الماضية العديد من هذه الاشتباكات القبلية تمت، وفقد السودان نتيجة هذه الاشتباكات أرواح عديدة من أبناء الشعب السوداني في ظل السيولة الأمنية المتواصلة، وفي ظل بعض الإشكالات المتواجدة في المنطقة التي لم تستطع حتى الآن الحكومة السودانية إيجاد حلول جذرية لها من أجل أن يستتب الأمن والأمان في السودان. بروف عبد النبي، مرة أخرى الاقتتال يتواصل في غرب دارفور، لماذا غرب دارفور تحديدا من فترة إلى أخرى من حين إلى آخر يحدث هذا الاقتتال ونفقد أبناء الشعب السوداني يوما بعد يوم؟ وحقيقة ما يحدث الآن هو عبارة عن انعكاس للاحتقانات طوال الفترة الماضية 30 عاما، محاولة طمس الهوية السكانية في كثير من مناطق السودان. الآن يا أخي العزيز، القتال ليس في جنينة ولا في غرب دارفور، وإنما القتال في مناطق تعتبر في وسط السودان، في أبو جبيهة ولقاوة، في منطقة جبال النوبة. الاحتقان موجود في كسلة، الاحتقان موجود في بور سودان، في مناطق كثيرة جدا أصبح الصراع القبلي طابع للأحداث في السودان. حقيقة الواحد بيتأسف ويترحم على أرواح الأبرياء الذين يموتون في هذه المطاحنات التي لا فائلة منها، وده اللي بيخلينا نحاول نستعجل أن نحسم كثير من القضايا التي تقود إلى حكم راشد عادل يساوي بين كل الأطراف، يقيم التنمية في كل مناطق السودان. والمبادرة بتاعت رئيس مجلس الوزراء السابق في تقسيم السودان إلى مناطق حسب المناخ والجو والتوفر الخامات فيها أحزمة لإقامة صناعات وزراعة وتحويلية في هذه المناطق التي تشهد القتال، وهي السبب الأساسي فيها هو الفقر والصراع على الموارد. نتمنى أن الحكماء في هذه المناطق أن يحاولوا أن يحقنوا دماء الأبرياء، وكفاية علينا يعني سفك مزيد من الدماء. نعم، هناك نوع من التخويف للشعب السوداني باعتبار أن هناك في الأطراف شد للأطراف، وهناك في أطراف السودان نزاعات كبيرة جدا وإشكالات قبلية وأهلية. الحوار السوداني في العاصمة أو في المركز في حال لم يكتب له النجاح، هناك حديث من بعض الجهات بأن هناك سيولة أمنية كبيرة يمكن أن تحدث نتيجة لعدم تواجد حكومة رسمية في السودان، نتيجة لعدم توافق سياسي، نتيجة لأن هناك نزاع على السلطة، نزاع على الموارد، نزاع على الأرض ما يحدث في ولاية غرب دارفور حاليا. برأيك هل يمكن أن تنفجر الأوضاع في السودان نتيجة لهذا الاحتقان السياسي ونتيجة للسيولة الأمنية الحاصلة في العديد من المدن؟ طبعا أخي الكريم، هذا السيناريو بتاع التخويف هو سيناريو اتبعته الإنقاذ منذ 2013 لتخويف الناس من أنه أي محاولة لتغيير نظام الإنقاذ سيقود بلا شك إلى حالة من الفوضى. ولكن أنا أفتكر ما يحدث الآن هو كله بأيدي خبيثة وراها النظام السابق، ونحن كلنا شاهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي أحد القادات بتاعنا النظام السابق يحرض قبيلة معينة على قبيلة أخرى. الآن هذا التحريض هو الذي قاد إلى الأحداث في أبو جبيهة وفي لقاوة، كل عمليات التحريض وراء النظام السابق. لذلك إذا لم يقطع رأس الحية ستظل هذه الحية تنفس سمومها في مختلف بقاع السودان. ولعلنا قبل بداية الحوار هذا كان هنالك شيء أو جسم آخر هلامي يسمى بتنسيقية الوسط والشمال والشرق، ويحاول أن يروج إلى أنه يجب أن ينفصل
الوسط والشرق والشمال، ودي كلها دعاوى خبيثة هدفها خلط الأوراق على طاولة التفاوض. أنا أفتكر حكمة الشعب السوداني، قدرة الشعب السوداني على التحمل والصبر، إن شاء الله بإذن الله لن تجعلنا ننزلق إلى هاوية الصراع الذي يتمناه أنصار الدكتاتورية أعداء الدولة المدنية. نعم بإذن الله. والشعب السوداني معروف عنه أنه شعب متسامح، شعب سلمي لأبعد الحدود، ولا يعرف الكراهية والعداء. وأنت كما ذكرت هناك تغييرات كبيرة جدا حصلت من بعد العام 89، بعد نظام الإنقاذ الذي تسلط على السلطة في ذلك اليوم المشؤوم 30 يونيو، وغير كثير من النسيج الاجتماعي في السودان. ولكن الشعب السوداني قادر على أن يثبت هويته المحودة وتسامحه الكبير. ننتقل بروف عبد النبي من غرب السودان إلى شرق السودان، أيضا هناك أحداث عديدة، ناظر عموم الهدندوة، وكذلك من يتزعم مجلس نظارات البجا السيد محمد الأمين تريك قدم استقالته في الليلة قبل الماضية من مجلس نظارات البجا، وقدم خطاب لأبناء الشرق بأنه يعني هو يقدم استقالته وهو داعم لمجلس البجا. نعلم أن كان هناك حراك كبير لمجلس نظامرات البجا والعموديات المستقلة قبل 25 أكتوبر، من احتجاجات، من قفل الطريق القومي ومن إقفال للميناء، وكان هناك تهديد أيضا في الأيام السابقة بضرورة إقالة والي البحر الأحمر، مما دفع الوالي للاستقالة في الليلة أيضا قبل الماضية. ولكن تطورات الأوضاع أن محمد الأمين تريك استقال من مجلس نظارات البجا. هناك كان إصرار كبير من مجلس نظارات البجا بضرورة إلغاء مسار الشرق، ربما هذه الاستقالة تأتي باعتبار أن مسار الشرق لم يلغى. هناك حديث حول هذا الأمر، برأيك لماذا في هذا التوقيت تمت استقالة محمد الأمين تريك الذي كان يعني يقوم بدور كبير من أجل الدعوة إلى مطالب هو يعتبرها حقيقية لأهل الشرق؟ أولا دعنا نقرر حقيقة أساسية، اللي هي انه مؤتمر البجا هو حزب سياسي من دعاة التنمية وتطوير الشرق، وهو حزب شارك في الديمقراطية. نعم، من اقدم الاحزاب السودانية، تأسس في الخمسينات اعتقد. ايوه نعم، هو حزب سياسي ذو مطالب اقليمية في وتتعلق بالتنمية المتوازنة والحفاظ على الهوية البياوية لشرق السودان. هذا الحزب تاريخيا تريك لم يكن عضوا فيه، لم يكن عضوا في هذا الحراك، وكان ينتمي لحزب معين. وتريك شارك في حكم الرئيس النمير السابق، وشارك في حكم عمر البشير، وعندما قامت ثورة للبيا في منطقة بورسودان واستشهد عدد من أبناء البيا، تريك لم يكن مشاركا في هذا الحراك، ولم حتى يصدر بيان يدين فيه ما حدث في بورسودان في يسمى نادي العرب او اسم قريب من هذا الاسم. تريك لم يشارك باي، حتى باصدار بيان ما كان مشارك. تريك الان تحرك ايدي ضد التحول المدني الديمقراطي، وهنالك الشباب الواعيين من البيجا هم ضد ما كان يفعله تريك. الآن صوت الشباب وحركة الشباب أصبحت أقوى من أن يسيطر عليها تريك، وبيشعر تريك بأنه خلاص أدى دوره المرسوم له من قبل أعداء المسار الديمقراطي. تريك كان يفاخر بأنه هو كان أحد أسباب سقوط حكومة حمدوك، وهذا يعني أنه يفاخر باغتيال التحول الديمقراطي في السودان. لذلك أنا أفتكر تريك الآن ككرت انتهى، وهو يحاول أن يحفظ ما وجهه بهذه الاستقالة. ما يحدث في الشرق ومطالب أهل الشرق هي مطالب موضوعية حقيقية. مسار الشرق الذي فاوض في جوبا لم يكن يمثل كل شرق السودان، لا من ناحية مناطقية ولا من ناحية قبلية، كان يمثل فئة ضئيلة جدا من الناس. أنا أفتكر المطالب التي ينادي بها البيجا هي مطالب حقيقية، ولكن للأسف الشديد
اتخذ اعترك كقميص حسمان لتحصيل نعم مسار الفترة الانتقالية. نعم تم اتخاذ هذه المطالب والعمل بها من أجل إجهاض الفترة الانتقالية، و يعني يمكن شرق السودان هناك إشكالات حقيقية في شرق السودان يا أبو رفع عبد النبي إذا وفقتني ذلك، وموقع استراتيجي لولاية البحر الأحمر والمدن في شرق السودان، هناك اهتمام إقليمي كبير في المنطقة بالبحر الأحمر، يعني ضرورة حل إشكال شرق السودان هي واحدة من الضروريات كي يتم الأمن والاستقرار. أيضا هناك يعني يمكن هناك أيضا اقتتال قبلي أيضا حصل في أكثر من مرة ما بين القبائل هناك، برأيك ما هي الحلول التي يمكن أن تكون هي حلول جذرية لقضية شرق السودان؟ أولا دعنا نقول أنه إذا أخذت مدينة بورسودان، مدينة بورسودان كمدينة حديثة صناعية تقوم على الميناء والتجارة وغيرها من أشياء، هي مدينة قومية، يعني أحياء بورسودان لمن يعرف بورسودان يجد كل قبائل السودان متساكنة متداخلة وحتى متزاوجة مع بعض. لذلك أنا أفتكر المشكلة ليست مشكلة صراع بين القبائل بقدر ما هي مشكلة تخلف تنموي، هي مشكلة تخلف تنموي. يعني التصور أنه مدينة كبيرة جدا مثل مدينة بورسودان تعتبر يعني من المدن الأوائل في عدد السكان في السودان، من المدن المهمة جدا، إلى الآن يشقى الإنسان فيها من أجل الحصول على جرعة ماء صالحة للشرب. بورسودان بغر حلوب لباقي السودان. شرق السودان من أكثر المناطق أو من أقدم المناطق التي تم فيها تعدين الذهب بواسطة شركة الرياض منذ ثمانينات القرن الماضي، ولكن ما هو العائد على إنسان الشرق من هذه الأشياء؟ فأنا أفتكر هي المشكلة، هي مشكلة تنمية، المشكلة هي مشكلة توزيع موارد بعدالة. ولذلك أنا مع المطالب المشروعة لإنسان البيجا حتى يحظى بالتعليم والصحة. المناطق البيجا من أكثر المناطق تخلفا في السودان من ناحية التعليم، من ناحية الصحة، من ناحية موارد اقتصادية ثابتة. لذلك لا يوجد عاقل يقف ضد المطالب الحقيقية لإنسان السودان، ولكنها تبقى هي مطالب في إطار مشاكل السودان ككل، ينظر إليها كمشاكل كلية في السودان. هذا التخلف الذي يوجد في شرق السودان، يوجد في شمال السودان، يوجد في وسط السودان، يوجد في أطراف العاصمة القومية، يوجد في كردفان، يوجد في دارفور، يوجد في النيل الأبيض، يوجد في النيل الأزرق. يعني نحن مشكلتنا هي مشكلة تنمية قبل أن تكون هي مشكلة سياسية. نعم. هي مشكلة تنظيم وتوزيع الموارد قبل أن تكون هي مشكلة توزيع السلطة، لأنه لو كانت المشكلة توزيع السلطة كل الأقاليم هذه كانت موجودة في الأنظمة الشمولية كانت سابقة، أبناء كانوا موجودين، لكنها ليست مشكلة توزيع سلطة بقدر ما هي مشكلة توزيع موارد وإقامة صناعات وأشياء حديثة تحفظ الإنسان كرامته. نعم أبو رفع عبد النبي، يمكن الوقت بضيقنا ولم يتبقى معنا إلا القليل، لكن محتاجين نسمع منك في ظل هذه المعطيات العديدة، حوار سوداني بدأ انطلق بالأمس، قوى دولية ومجتمع دولي داعم للسودان، يكون هناك تواجد كبير للقوى الدولية في السودان، مساعدة وزير الخارجية موليفي متواجدة، الآلية الثلاثية متواجدة من الأمم المتحدة وإيجاد واتحاد أفريقي، وكذلك قوى إقليمية في المنطقة هي تدعم للاستقرار في السودان، الأطراف السودانية في أنفسها هناك تنازع، هناك عدم قبول للآخر في بعض الأحيان، هناك قوى سياسية حية مع الشارع السوداني تريد حل جذري للأزمة، هناك قوى سميت بأنها متماهية مع أحداث 25 أكتوبر، مع أي وضع يمكن أن يجعلها في السلطة، اشتباك قبلي في أطراف السودان، وأزمة اقتصادية طاحنة، الحكومة الآن الحالية عاجزة على أن توفر أبسط مقومات الحياة، انقطاع للتيار الكهربائي لساعات طويلة جدا في السودان، كل هذه الإشكالات والمعطيات تقف يعني يمكن حجر عثر أمام تقدم السودان. برأيك يمكن في ختام هذه الحلقة أبو رفع عبد النبي، لو حدثتنا عن آلية أو رؤية بسيطة يمكن من خلالها أن يتمسك السودانيين بها وأن يعبروا إلى مرحلة انتقالية، مرحلة تقدم، نما، لأن الشعب السوداني عانى كثيرا من الحروب، عانى من الاقتتال، عانى من الانقلابات العسكرية، عانى من
معنا، وأتى الوقت لكي يستنهض السودانيين الهمم وأن يقوموا ببناء دولة السودان الحديثة، الدولة المدنية التي طالما انتظرها الشعب السوداني كثيرا. طيب، أولا نقر مسألة مهمة جدا، أن ما يحدث بين القوى السياسية ليس تنازع وإنما هو اختلاف، والاختلاف بين القوى السياسية هو أمر طبيعي، يعني طبيعي جدا أن تختلف القوى السياسية، ولكن هذه القوى السياسية يجب أن تكون قادرة على أن تدير هذا الاختلاف بينها بوسائل سلمية. آفة السودان هي في الحكم العسكري الدكتاتوري، كل التخلف الاقتصادي الآن الذي يتم، التنازع القبلي، تفتيت النسيج الاجتماعي، هو ميراث لخمسين سنة نحن قضيناها تحت الحكم العسكري الشمولي، والحكم العسكري الشمولي الآن هو يتمحور بشكل جديد. الآن السلطة في السودان هي في يد شخصين فقط، في يد شخصين فقط معتمدين على قوة عسكرية ويحاولوا أن يفرضوا سيطرة على السودان. إذا لم يتم تحجيم هذا الشكل النشاز من الحكم بإقامة بديل مدني ديمقراطي يقود إلى تداول سلمي للسلطة، يجب أن يفهم الناس أنه بعد ثورة ديسمبر وما تلاها من فترة، هذه فترة انتقالية، همها الأول والأخير هو أن تعيد السودان إلى مرحلة تحول ديمقراطي يعيد أو يقود السودان إلى أن يكون فعلا وطن يسع الجميع، يليق بأبنائه، يكون عندنا فيه مستقبل حالم بدل الآن حالة الإحباط الشديدة جدا التي تدور في الشارع والتي تتفاقم يوما بعد يوم، التي جعلت حتى رئيس المجلس العسكري الانتقالي يعترف قبل يومين بأنه والله نحن ماشيين من أسوأ إلى أسوأ، يجب أن نوقف هذه الصخرة المتدحرجة أولا، ثم بعد ذلك نفكر في كيفية إعادة الأمر إلى طبيعته، أن وفي كل العالم الدولة مدنية وليست عسكرية. نعم بروف عبد النبي عبد الله الطيب، أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا الليلة، وكان يعني بودنا أن يتواجد معنا أيضا الصحفي محمد الأمين أبو زيد، لكن نسبة لبعض الإشكالات في التواصل معه من الخرطوم لم يتم ذلك. شكرا لك بروف عبد النبي. شكرا لك، وشكرا للتيم العامل معك، وشكرا لمن يستمع إلينا، وأتمنى أن نكون قد ألقينا بعض الأضواء على ما يجري أو يتم في أكيد. السودان في هذه الأيام التي نأمل ونحلم وندعو الله أن ينقلنا من ضيق الدكتاتورية إلى وساع وفضاء الدولة المدنية. نعم، كل الأمنيات للشعب السوداني بأن تتحقق أمنياته ويتم الانتقال السلس في السودان، وتعبر الدولة السودانية نحو الأمام في مصاف الدول المتقدمة. إذن مشاهدينا الأعزاء، هكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم مع الحدث، نلتقي بإذن الله بكم في حلقة قادمة وأحداث جديدة في المشهد السوداني. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.